علاش اغلب اللاعبين ما ينجحوش في اوروبا وسامة وخاصة في فرنسا؟ الحقيقة صعيبة، هي فيش صعيبة، صعيبة العيشة، البرد، الماكلة صعيبة خاطر مش حلال، فما دي ديتاي معناها يتعبوك مونتالمون، فهمت؟ ها؟ اسو بوان مهمين معناها حاجة هذا مو أه؟ اسو بوان معناها مهمين حاجة كيما هكا مهمين بيان سور. الماكلة راهو ماكلة تقلق، راهو في الأوروب يعني حتى اللي يعيشوا البر تقلق، ما تنجمش تاكل اللي تحب انت. انا باري اكزومبل الاربع شهور ناكل كان في السومو في الحوت هكا هو، فهمتك معني لا ناكل، لا نجم ناكل دجاج لحم، خاطر كي نمشي ستاج وقتها مازالوا ما يجيبوناش الحلال، كي ولينا بعد 6 أو 7 مسلمين ولاو يجيبونا الحلال. يبي هاو تزيري ينجحوا سيما هاو المغاربة ينجحوا شوف، فما فرق اسلام بين جزيري ومغربي متكون في هولندا ولا متكون في فرنسا، وفرق بين جزيري ولا مغربي متكون في الجزائر والمغرب، ولا فهمت؟ انا اسلام سليمان يطلع من المغرب يطلع من الجزائر نجم اغزر، نجم تحسبه مع السويبع اللي طالعين من الجزائر ولا من المغرب، مي بن سبعيني كيف كيف طلع من الجزائر زي دي. اللي مولودين البرة بس نورمال ينجحوا، خاطر متكونين كي الفرنسيس وكي الاوروبيان، وعندهم لي باسبور ديجا، عنده باسبور اوروبيان، عنده ديك ديجا فافوري. انت خاطر شوف، عندك باسبور تونسي تتحسب بترونجي في فرنسا ولا في الاوروب ولا في المانيا، معناها اليوم انت كي باش تمشي تلعب يلزمك تكون فور برشا 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 باش تاخذك جمعيه. المشي للسعودية ما تعتبرهاش خطوة لتالي خاصة انك كنت في معناتها متألق برشا في ديجون معناها والعين حتى فرق خير كانت عليك. شنو؟ قلت لك المشي للسعودية ما تعتبرهاش خطوة لتالي خاصة انك كنت متألق في فرق ما كنتش بناك ولا حاجة كنت تلعب وحتى تعطي في نظمو باهي معناها حتى كيف تبعيني كانوا يحبوا عليك معنا وقت. صحيح صحيح صحيح. لا كنت النجم، كنت النجم نمشي ليكيب ما خير من ديجون، لما حال ديجون عطاتني كونترات واخر باش نزدد 3 سنين، ما انا حبيت نبدل وقت. اي علاش الشوا تاع السعودية والاتفاق بالذات؟ والله وقتها صار الشوا، خاطر في البريود هذيك جاو دو تروا زوفر ما همش خير من الاتفاق الحقيقة، معناها جاتني وقتها عندي اوفيسيال امريكا مينيسوتا بالضبط، وعندي نورنبرغ في المانيا دي دو في الوقت هذاك، خاطر قبل جاوني دي زوف، جاتني بورتو وقت انا سو كونترا ما خلينيش نخرج، فهمتك. بورتو جات دوسلدورف، ريم تكلمت شوية، سبورتين كيف كيف تكلمت شوية، دينامو كييف كان فما حاجة، دينامو زغرب، مش دينامو كييف، لا مش دينامو كييف، دينامو زغرب. هذوما اللي قربوا، اما لي زوفر اوفيسيال اللي عندي معناها اللي عندي في تليفوني اللي جاوني، جاتني مالاتيا من تركيا كيف كيف، امريكا الاتفاق، والمانيا نيورنبرغ. اي علاش خيرت السعودية؟ فلوس؟ ليه لوفر بعيد اسلام، بعيد بعيد برشا الحقيقة، معناها باش نكذب عليك، أنا اليوم نقول لك ما كانش تنجم تخمم في البروجي سبورتيف وبعد الفلوس مش هذه تمشي للسعودية تو اليوم ولا غدوة؟ من الأول ما حبيتش نمشي للسعودية، من بعد ما تعرف في أوروبا بار إكزومبل، أنا نعطيك إكزومبل تاع دوسلدورف، في جانفي عطاوني لوفر أوفيسيال وكل شيء، وحكيو مع كي حكيو مع دي جون، كانت وقتها فما بروبليم تاع فلوس تاع ترونسفير، وانا وقتها ما حبيتش نكون انجرا، معناها دي جون كيما جمعيتي وكل شيء، وريتهم اللي انا مانيش انجرا، قلت لهم باه نكمل معاكم سيزون بعد نمشي، قالوا لي باه وفرحوا كل شيء، فهمت؟ حبيت نخلي ديما علاقتي باهيه فين نمشي الحقيقه. وبورتو موسو كبير كيف كيف نفس السبب بدا؟ لا بورتو سبب، فما دو شوز بورتو علاش ما مشيتش. بورتو تفهمنا على كل شيء وكلموا معناها يمن هو اللي ليه، فهمتني؟ احكيو معاهم يمن وكل شيء وطريق الامور وفهمت. الحاجه اللي انا ما عجبتنيش جابوا اي ضحكني جابوا اليوم اللايف على حاجه لك هاو باش نمشي نرقد من بعد اسمع تحسوا غار تنجيبك معايا لايف جابوا ما تخاف. عاد قلت لك بورتو وقت اللي كلموني انا حبيت نمشي لبورتو، ما باش نمشي كارير جوش ثاني، خاطر عندهم اليكس تيلس
أليكس تيليس قاعد يلعب في شامبيونات وشامبيونز ليج، شامبيونات وشامبيونز ليج. كان يلعب في إسبانيا في فالنسيا تيليس هذا ولا مشهور؟ ليه تيليس كان يلعب في جالاتا سراي. فهمت؟ تحب علي تو تشيلسي وكل شيء. أنا قلت باش نمشي نقعد على البنك. الحقيقة معني النجم صحيح نجم من بورتو ونمشي لجامايوخ. يتاش تفك بلاستيك ما تعرفش عليها وسام. نجم كيما نجم فك بلاستيك، مي أنا ما نعرفش رخيت شوية وقتها ما كانيش رخيت شوار. الحقيقة شوار ممكن أي وبعدك مكتوب ما كتبتش.